الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيقدم الخدمات الرقمية الجديدة 100% عن بعد. كيفاش تطلب استرجاع مبلغ الشركات الأجرية خاصة بالمؤمن له أو لها؟ أول حاجة دخل الموقع masenesis.ma وكليك على خدمة تعويضاتي. دخل رقم التسجيل وكلمة المرور أو المود باس اللي هو نفسه ديال بوابة masenesis.ma باش تقوم بتسجيل الدخول. من أجل تقديم الطلب ديالك كليك على remboursement des cotisations salariales ومن بعد على créer une demande. عمر الاستمارة بجميع المعلومات مع تحديد إذا كنتي من عمال المناجم. من بعد سكاني وحمل الوثائق المطلوبة. آخر حاجة أكد الطلب ديالك بالضغط على فاليدي وتليشارجي وصل الإيداع أو لاكوزي. وهكذا غتكون قدمتي الطلب ديالك غير من دارك.